وردنا سؤال من شريكنا الإعلامي صحيفة البيان والأخ لؤي، كيف أثرت الجائحة على مستوى الخدمات الحكومية وخدمات المناطق الحرة فيما يتعلق بإنشاء المشاريع الجديدة؟ بالنسبة للخدمات أعتقد لم نرى أي تأخر من جميع الأجهزة الحكومية من بداية الدخول يعني المستثمر للإمارة لغاية نهاية معاملة الجميع. نعم، هل هناك رسوم لهذه الخدمات المقدمة؟ بطبيعة الحال لا، هذه خدمات تقدمها حكومة دبي للمستثمرين وللشركات الراغبة في الاستثمار في المدينة والإمارة، والهدف منها تسهيل أعمال المستثمرين وتوسعة هذه الشريحة لكي تساهم بصورة أكبر في حجم الاقتصاد الكلي.